اهلا بكم من جديد في ضيافتنا استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. تحديد بطل الدوري هيبقى ازاي؟ دور رباعيه من دور واحد ولا من دورين؟ عندكم لوائح بعتها او لسان الانديه هتلتزموا بيها ولا هتغيروها؟ كابتن شوبير، هي اللائحه محطوطه انها من دور واحد. تمام. احنا في مجلس الاداره في بدايه الدوره كان هي واخدين بيها انها تتعمل دورين، ولكن لما جينا اتعملت في لجنه المسابقات اتعملت من دور واحد، فهي هي دلوقتي ماشيه دور واحد لحد دلوقتي. لا خلاص دور واحد، لان احنا عايزين ننهي الدوري. يعني احنا عايزين نحس ان احنا الدوري خلاص تم. انت كمل، انت بتجري بتسابق الزمن عشان عايز دوري، عندك كاس عالم، عندك شهر رمضان. نعم. انما انا لو وصلوا الدور الاربعه خلاص، ما هو تحديد البطل، تحديد الثاني، تحديد الثالث، يمكن طبيعي عرفنا ان احنا في الاخر ممكن ما تتعملش خالص وتحددوا الاربعه، هنرمي قرعه عشان نحدد مين الاول ومين الثاني ومين الثالث. احنا بنسابق الزمن ان احنا عايزين ننهي الدوري. قالوا تسويقيا ان هي ممكن ان الدوره من دورين هتزيد قيمتها التسويقيه. ده في حاله امتى؟ لو احنا فسخنا التعاقد مع التلفزيون المصري ودورنا على راعي تاني. متعاقد مع التلفزيون المصري، فاحنا متعاقدين مع التلفزيون المصري على نفس البطوله، فخلاص يعني مش هيزيد المبلغ. فعايزين نخلص الدوري على بسرعه. يعني انت اهم شيء عندك دلوقتي ان المسابقه تكتمل، بس تنتهي تكتمل. حتى لو في مكاسب ماديه شويه مش هتفرق معاك، بقدر المكسب الاكبر انه الموسم يكتمل، الموسم ينتهي ويبقى يبقى على الاقل في موسم اتعمل صح. صحيح. خلص بحلو وبمره، بس خلص. الناس قالت لك في بعض قال لك ما فيش تكافؤ فرص، وفي تكافؤ فرص. لا، اللي جاي كله في البدايه كله يعني ما فيش حاجه اسمها في تكافؤ فرص، لان كل الانديه توافقت. ويمكن يعني عايز اقول الناديين الكبار اللي في مصر هو نادي الاهلي ونادي الزمالك ما عندهمش ملاعب اساسيه في ملعبهم عشان يلعب عليه. طيب عشان اخد عناوين، اذا دوري تحديد البطل دوره رباعيه من دور واحد، الهبوط كما هو خمس انديه. ما بيقول لك في انديه القوات المسلحه بدات تضغط عليكم، وانديه مش عارف ايه بدات تضغط عليكم. خلي بالك دي الشائعات بتاعت كل مره. انا ما حدش كلمني لغايه دلوقتي ولا هيكلموك، وما افتكرش حد هيكلم نفسهم، وقالوا برضو عمرهم ما هيكلموك. خلي بالك، ويوم مشكله برضو صلاح امين قالوا ان المؤسسه العسكريه هتكلم جمال علام ومش عارف مين وعند مين، يمكن بيكلموا حد من وراك. ما حصلش الكلام ده كله خالص، ما حصلش. وبعد كده احنا العقوبه ما مشيت، ولجنه التظلمات مثلا خدت قرار بتاعها، احنا لا تدخلنا في دي ولا تدخلنا في دي، لان قرار انت عارف طبعا، انت موجود في الاتحاد وعارف ان لجنه الانضباط ما فيش سلطان عليها من اتحاد الكوره، ولا لجنه التظلمات في سلطان عليها من اتحاد الكوره. دول ناس بيشتغلوا لوحدهم، والتانيين دول القضاه هم اللي بيحكموا. حتى المباراه الاخيره اللي اثيرت بتاعه الاهلي بتاعه الزمالك وبتروجيت، برضو قيل فيها اتحاد الكوره خد قراره، ثم ذهبت الى لجنه التظلمات. خلاص راحت لجنه التظلمات هي اللي هتقول بقى. يعني انا عرفت ان امبارح ان هو اجلوها اخر يعني تاجلت مثلا. خلاص هم اللي هيقولوا ايه، دي خلاص قراراتهم. طيب معلش عشان برضو يبقى دي اجابات الناس عايزاها. دوره واحده والهبوط، دوره رباعيه من دور واحد، الهبوط خمس انديه. احنا عندنا 11 في كل مجموعه، العاشر وال11 وال10 بيهبطوا، والتاسع بيلعب التاسع بيلعبوا مع بعض المباراه. اللي مغلوب منها بره، اللي مغلوب منها بره الصعود، ثلاث فرق من القسم الثاني اللي هم الاول من كل مجموعه في التصفيات بعد ما تعمل الدوره بتاعتهم. الاول يبقى ثلاثه، وهبوط القسم الثاني زي ما هو، والثالث زي ما هو، والصعود للدرجات الاعلى زي ما هي. زي ما هي. ده يا جماعه كلام رئيس اتحاد الكوره مش كلامي انا، عشان نقفل الجدل حول كل ما يثار من شائعات داخل الشارع المصري حول الغاء الهبوط، حول الغاء تعديل نظام الصعود. وامبارح كابتن محمود بكر لما قال وبيعلق فريق واحد، انا انتقدته هنا بعنف بدل المره مرتين، وما زلت على نقدي الشديد. ليه؟ لان طب هتنزل فريق واحد ليه؟ ما طالما ما الغيت يبقى كله يتلغي، يبقى زي ما قال الاستاذ جمال السنه الجايه الدوري يبقى 26 والسنه اللي بعدها 56 وهكذا. طيب هل ده توجه اتحاد الكره بالكامل ولا توجه حضرتك؟ ده تاني مره اسال حضرتك. توجه اتحاد الكره بالكامل. على فكره الحاج محمود الشامي لما سالته قال لي على جثتي، لما سالت المهندس احمد مجاهد قال لي ده امر مستحيل، لما سالت سيف زاهر قال لي نفس الوضع بالظبط كله بالكامل، وبالتالي عصام عبد الفتاح قال لي نفس الوضع، المهندس حسن فريد او الكابتن حسن فريد قال لي نفس الوضع، استاذ مجدي المتناوي قال لي نفس الوضع. فاعتقد ده تمام. ممكن اسالك علاقتك بالمهندس هنا بريده عامله ازاي؟
كويسه جدا 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 جدا. يمكن احنا كنا مع بعض في اخر لقاء، يمكن الناس مفكره ان دايما يبقى في تراشق بالكلام او لا، مفيش الكلام ده، عمره لا يرتقي بالكلام ده، لان انا والكابتن هاني علاقتنا ممتازه جدا جدا جدا. يمكن حتى في مره في احدى البرامج قلت له لو جالك اي حد وكلمك وقال لك جمال علام قال في ظهرك كذا كذا كذا، زي ما انا بتعامل برضه، لو انا حد جاني هكلمك اتصل بيك بالتليفون ارفع السماعه وكلمني. هي في ناس بتحب تخش في النص بس في الاخر بتتكشف. طيب اعلانك انك ستترشح للانتخابات المقبله، هل ده اثار غضب هنا بريده؟ انا لغايه دلوقتي برضه تصريحي لغايه دلوقتي انا ما اعلنتش بتتكلم، لا انا لغايه دلوقتي ما اعلنتش، لكن بقول ايه، بقول ان الانتخابات اللي جايه لو كابتن هنا بريده هو داخل فانا قلت انا احنا صعايده وبنعرف الاصول. تمام. اللي بيدي خطوه قدامي بيقدم لي خطوه، انا بقدم له 10. تمام. دي واحده. لكن لما اجي اقول ان انا هترشح او مش هترشح، انا لسه قدامي سنتين ونص. بعد سنتين ونص على الاقل الكابتن شوبير هو اللي هيجي يقول لي اقعد ولا لا. اقصد اللي هو عضو الجمعيه العموميه. نعم نعم. هيبقى هو ده صاحب القرار. لا انت مش عايزينك خالص. انت اديت اللي عليك وخلاص مش عايز تشتغل. حسيت نفسك انك انت طموحك عايز تشتغل وما عرفتش تعمله. فلا لسه باقي سنتين ونص، ايه اللي هتحدد؟ لكن مش من دلوقتي اقول انا داخل مرتبط برغبتي. لو جه المهندس انا بريده قال لك يا استاذ جمال انا هدخل رئاسه، وانت جت الجمعيه وما قالت لك انت اديت اللي عليك واشتغلت كويس، وجه بعضهم قال لك احنا عايزينك تكمل، هل في الوقت ده ممكن تترشح قدام المهندس انا بريده؟ لا لا لا، يبقى لا انا قلت اللي قدم لي خطوه قدامه 10. وهنا بريده قدم لك خطوه؟ خطوه طبعا. اللي هي ايه؟ هو سندني في الانتخابات اللي فاتت. سندك في الانتخابات. فشايف انه بقى وناس تاني برضه سندتني في الانتخابات. انا سندتك في الانتخابات. انا راجل على الملا وانا بلف وبدور، ده انا يعني اوضح واحد في العالم ده كله يعني، ولو تكرر الامر تاني بنفس المرشحين برضه هيبقى موقفه هو في مسندتك للانتخابات يعني. اذا في لو هنا بريده طلب يعني ابدا رغبته في الترشح، لن تترشح امامه. لا بالعكس، ده انا هسنده. هتسنده طبعا طبعا. طب هل ممكن بقى تتولى منصب تنفيذي؟ يعني هل ممكن يعني مثلا الكابتن ابراهيم الجويني كان رئيسا لاتحاد الكوره وبعد كده لم يحرج ان يتولى رئاسه منطقه الاسكندريه، هل ممكن نجدك مثلا رئيسا لمنطقه الاقصر؟ لا لا ما افتكرش تاني، خلاص يبقى بالنسبه لك بقى صح. لا خلاص، لان انا كده خلاص اديت اللي عليه، ولو حطيت برضو السنه الاربع سنين دي حطيت اللي انا عايزه كمفهوم عندي او مفهوم اعضاء مجلس الاداره اللي معايا خلاص، يبقى احنا ادينا اللي علينا كمان. طب عايز اسالك، هل مثلا بعض اعضاء الاتحاد بيقول لك لا احنا ممكن نكمل؟ وعايز اسالك سؤال كمان، هو ليه انتوا بقالكم سنه ونص فاضل لكم سنتين ونص مش كده؟ مش حسب ما انا فاهم، مش انتوا بتنتخبوا اربع سنوات ولا ايه؟ بالظبط اربع سنوات. ايه الجدل اللي داير انه في انتخابات بكره؟ يعني انا احساسي دلوقتي ان في اجتماعات وناس بتجهز، وان في قائمه اتجهزت، وانه هنا بريده ومعاه احمد شوبير وحازم الهواري وسيف زاهر واحمد مجاهد وطرح اسمه عمرو الجنايني واسمه عمرو عبد الحق وايمن يونس ومجدي عبد الغني، اسماء كثيره بتتقال دلوقتي، جدل موجود في الساحه انه في انتخابات بعد بكره ولا الاسبوع الجاي. الاسماء اللي اتطرحت دي كلها لو اتجمعت كلها يبقى مجلس الاداره ان شاء الله هيبقى 25 عضو. احنا مش هناخد على الاعلام، لان الاعلام انا عن نفسي ما بتعملش يعني، ما بيسخنيش الاعلام لان انا اخد قرار بعيد عن القرار الصح اللي المفروض ان انا اخده. اولا انا الجمعيه العموميه احنا لما رحنا لها سواء اللي كان في البلديه وكمان لسه هيبقى فيه في الشرقيه يوم 19، ولسه هيبقى فيه في الصعيد، ولسه هيبقى فيه في هتعمل الاجتماعات دي يعني كلها. انا قلت حاجه واحده بس، ان احنا عايزين نقرب لاعضاء الجمعيه العموميه نكون معاهم جنبهم عشان الشكوى بتاعتهم تبقى موجوده، ما تبقاش شكوتهم تفاجئ بيها في اجتماعات الجمعيات العموميه. نعم. هم ليهم شكاوى بسيطه جدا سهل جدا تحلها، الحاجة الصعبة اللي هي تخالف اللائحة مش هتقدر تحلها أساسا. يعني النهاردة لما احنا كنا قاعدين عشان برضو قيل الهبوط والكلام ده اللي اتقال هناك في لساعتها، طلع رئيس نادي قال ان احنا المجموعات اللي معمولة في القسم الثاني في مجموعات 12 بيهبط منها 3، في مجموعات 8 بيهبط منها 3، يا ريت راحوا دي. قلت له عشان انا مش قدامي الورق. فعلا ما كانش قدام الورق. طبعا انا قلت يبقى احنا عملنا كارثة. يعني زي 12 فريق صعد هبط منه 3، ودول و8 هبط منه 3. فلما رجعت للورق لقيت زي ما احنا عاملين ان 8 فرق والتسع فرق بيهبط منهم 2، ال 12 بيهبط منه 3، ورديت عليه برضه عادل جدا، ورديت عليه بالجواب. فالنهارده ان الناس ما اتعودتش انك انت تقعد مع اعضاء الجمعيه العموميه، بمجرد ما نقعد احنا، طب بالعكس، طب احنا ما قعدنا. ايه كان سبب الاجتماع؟ احنا قعدنا مع الجمعيه العموميه، ليه دعينا الكابتن شوبير؟ وليه دعينا الكابتن هاني؟ وليه دعينا مثلا كابتن حازم؟ جميل. وليه ده؟ طب ما احنا بنعمل دعايه ليهم هم؟ هو ده ولا دعايه لينا احنا؟ يا استاذ جمال، ده الناس انطباع ان في
انتخابات، ما تزعلش مني يعني، قالوا مش انت اللي داعي الحاج محمود. الحاج محمود. طب الحاج محمود ما عضو، ما هو منسوب لينا. انا موافقك بس هل كان بالتشاور معاك؟ بالتشاور معايا وانا متفق معاه، ولسه دلوقتي برضه حتى لما جاتني موضوع الشرقيه بعت له نفسه هو سيد المشرف العام على لجنه ان انتوا تروحوا الفروع الشرقيه. طبعا. هل هتقدروا تجمعوا نفس الكم من الانديه ولا هيبقى صعب يعني؟ اي عدد كان اكبر تجمع. اي عدد. همنا ما يهمناش ان احنا نجمع. انت محمود الشامي باعتباره رئيسا لجنه الفروع. بالظبط. او مشرفا على الفروع. مشرف على لجنه الفروع، فده شغله. ان هو يكون موجود على 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 الفروع الانديه في في مناطق ليها لجنه برضو، المناطق بما فيها المشرف عليها الحاج محمود دي بتتعمل اجتماعات، والمناطق برضو غيرنا اللوائح بتاعتها برضو، دي من ضمن الانجاز. غيرت اللوائح. غيرنا اللائحه خالص واصبحت فرع، ما اصبحتش فرع يعني مستقل، اصبحت مكتب زي ما تقول يعني فرع، خلينا بكلمه فرع زي ما احنا عشان ما حدش يزعل منها. لكن اصبحت اختصاصاتها اختصاصات اتحاد الكوره اللي هو يديها لها هي اللي بتنفذه. يعني النهارده بتطلب لي برنامج كامل خلال السنه انت عايز ايه، وانا هعرضه على مجلس الاداره، وافقت لك عليه هبعت لك، والامداد بتاعه او الدعم بتاعه هيبقى على قد اللي انت بعته لي، وتنفذ البرنامج بتاعك وحاسبك انا في الاخر. استاذ جمال خايف من حكم المحكمه؟ يعني لو المحكمه حكمت ببطلان انتخاباتكم وقالوا انه في تزوير في تلاعب، و الدكتور كرم كردي قال لك انا خطبت الفيفا، انا مشيت صح، مشيت بالرولز وبالقوانين وبالقواعد بشكل صحيح، وبالتالي ما حدش يلومني على ده. هل ممكن مع حكم المحكمه هنا بقى يبقى حديث الصباح والمساء حول اجراء انتخابات حديث صحيح؟ لا، حديث صحيح من الخارج، لكن من انا ما بخافش. انا ما بخافش، لاني اولا القانون ده طبعا مع احترامي للقضاء، احنا احنا اساسا عندنا في اللوائح عدم الاعتداد بالقضاء. الحته الثانيه والتدخل الحكومي، الحاجه الثانيه يعني عشان حد بس ياخدها غلط، عشان الفكره يقول لك ملناش دعوه بالقضاء، القضاء لكن منع التدخل الحكومي، وفي الفيفا بيقولوا انه مفيش ده يبقى بيعتبر تدخل حكومي حتى لو كان حكم قضائي. بالمناسبه على فكره الكاس او محكمه التحكيم ابرقت بالفعل النادي الزمالك، لانه الاستاذ ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق بعت للجنه التحكيم انه بيشتكي للانتخابات. ووصل لكم نسخه من ده يا استاذ جمال ولا ما وصلكوش؟ لا ما وصلناش نسخه، بس احنا عرفتها، بس انا كنا قاعدين كان الاستاذ مرتضى كان ساعتها قاعد بيتكلم فيها، جاله جواب كده. لا يعني انا برضو تاني اكد تاني مع احترامي للقضاء، انما اللجوء للمحاكم العاديه ممنوعه خالص في الفيفا، ممنوعه خالص في الاتحاد المصري لكره القدم، لان هو يسلك الطرق القانونيه الموجوده داخل الاتحاد. لكن انا اللي زعلان منه حاجه واحده بس، ان النهارده الكلام دايما يقول لك ايه تزوير، هو احنا زورنا كابتن شوبير؟ لا مش انت. طيب مين؟ مش انت، لكن مين؟ حصل في اي مين؟ لا ما اللجنه المشرفه او انا لا ولا اللجنه المشرفه اللي حصل يعني تزوير، ان في الاستماره يعني استماره ملوش حق التصويت، اتعملت بطريقه خطا. نعم ده كلامهم برضه، انا ما اعرفوش. نعم استماره اتعملت بطريقه غلط من النادي، يعني قال جمال علام ده عضو النادي وهو مش عضو في النادي، لكن في الاخر النادي ختم، وراحت المديريه بتاعت المسؤول عن النادي ختمت، وجابها للرئيس لجنه الانتخابات، هو شايف استماره جايه عليها ختم نسبي. هو الراجل اثبت بقى، الراجل يعني الدكتور كرم او الدكتور امجد. ايوه، ما هو مين المزور بقى؟ ما دي انا بقى انا بقول انا بزعل ان احنا بيقول لك ان ايه ان المزورين. لا ده اقيل ان رئيس الاتحاد المزور سقط على صوت. لا انت رئيس الاتحاد هتزور، انت لم تكن رئيس الاتحاد اصلا يعني. يعني مالك رئيس الاتحاد اللي جاب التزوير او المزور؟ لا 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 ما حدش قال كده ولا حد يقدر يقول كده، لكنه هم بيقولوا ان حصل تلاعب، ومن كل من حق القضاء ياخد حقه، القضاء ياخد حقه مجراه وياخد مجراه. لكن انت مش قلق من حكم المحكمه؟ لا 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 مش قلق، لان انا عارف كمان يعني انا اثق في القضاء كمان ان هو هيقول كلمته صح طبقا للورق المعروض. طيب قبل ما نروح لفصل، ايه اللجنه اللي جايه لك من الفيفا؟ يعني دورها ايه بالظبط؟ التفتيش على ايه؟ او منتظر منها ايه؟ حصل حوار جالك جواب ولا ما جالكش جواب؟ لا انا ما جانيش جواب، بس انا الجواب اللي جاء الاخير اللي هو كان في خاص بيه، هو هيتم احضار لجنه سيتم التشاور فيها في ميعاد وصولها. لغايه دلوقتي طبعا الجواب ما جاش، لكن اهلا وسهلا لو جت في لجنه، اهلا وسهلا. احنا اولا احنا ما عندناش تدخل حكومي داخل اتحاد الكوره. يمكن في الفتره اللي فاتت كانت في كلام كتير جدا اتقال، لكن عندنا التدخل الحكومي لا مش موجود، وعندنا مستندات اللي بترد على ده ان احنا ازاي. ما عندكش قلق من اللجنه؟ لا 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 ما عنديش قلق انها ممكن تسحب الثقه من لا 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 من رئيس الاتحاد، من مدير لا 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 الاتحاد، من حد من اعضاء الاتحاد؟ لا 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 ما عندناش، يعني يمكن هي قيل ان هو ان احنا تباطأنا في الرد. ويمكن الرد ده احنا يمكن وضحته في مره على عنوان تاني. لا 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 وما حصلش الكلام ده برضه غلط. لا 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 غلط،
لان الجواب اللي عندي انا وانا هرد عليه برضه نفس الكلام. ما انا عندي الجواب اللي رايح نفس الفاكس نفس الرقم اللي هو بيطرح له كل مره عليه. لا نفس الفاكس نفس الرقم. فالنهارده عندنا الرد ان شاء الله هرد عليه. لكن يمكن انا في مره برضه في مداخله من المداخلات لما قالوا ان هو بنتباطا يمكن احنا مش بنتباطا, قال لك لا انت خد الجواب بعبل وابعته. لا ما ينفعش ان النهارده لما يكون شكوى من الكابتن شوبير بيشتكي جمال علام على الاقل ابقى انا لان انا هتسال فيه في الاخر ابقى انا عارف المعلومه ايه. ولو قدرت ان انا احلها ما خلاص مش هبعتها بره. يعني يمكن برضو اتقالت هناك عندنا لما كنا في الاجتماع الاخير في جنوب افريقيا قال لك كم الشكاوى اللي جايه من مصر ما جاتش من اي صحيح. من اي دوله تانية. صحيح. اذا انت غير قلق من حكم المحكمه. لا لا لا. لانه تستند الى التدخل الحكومي ولا اللجنه نمره 2 ولا اللجنه اللي جايه معمول لك اي نوع من انواع القلق, وواثق انك هتكمل مدتك حتى نهايتها لو ما سنتين ونص ان شاء الله. طيب نروح لفصل اخير ونرجع في هذا الحوار الهام جدا مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. زي النهاردة منذ 91 عاما افتتح الملك جورج الخامس استاد ويمبلي احد اهم واشهر ملاعب كرة القدم في العالم. افتتاح درة ملاعب عاصمة الضباب شهد نهائي كأس انجلترا الذي حسمه فريق بولتون بهدفين في شباك ويستهام يونايتد. زي النهاردة منذ 36 عاما احرز الاهلي لقب كأس مصر على حساب غريمه الازلي الزمالك. النهائي المثير شهد تقدم الاحمر بهدف لمصطفى عبده بعد مرور 29 دقيقة في شباك الحارس فاروق فوزي, ثم ادرك الابيض التعادل في الدقيقة 45 عن طريق نجمه طه بصري بعد دقيقتين من طرد مدافعه ممدوح مصباح. في الشوط الثاني أعاد علي خليل الزمالك للمقدمة بعد مرور 12 دقيقة بهدف آخر في شباك ثابت البطل, ثم أجرى المدرب المجري هيدي كوتي تغييرات عبقرية ساهمت في قلب المباراة رأسا على عقب, حيث أحرز النجم الكبير محمود الخطيب التعادل في الدقيقة 76, ثم تقدم جمال عبد الحميد للأهلي في الدقيقة 82 قبل أن ينهي البديل الآخر طاهر الشيخ على أمال الزمالك في الجمع بين الدوري والكأس بهدف رابع في الوقت بدل الضائع. زي النهاردة منذ ربع قرن حجز الأهلي مقعده في المربع الذهبي لكأس مصر بعد تفوقه على الزمالك بهدفين لهدف في ربع نهائي المسابقة التي انطلقت عام 21. تقدم طاهر أبو زيد للأهلي في الدقيقة الثانية من مخالفة مباشرة غلط بها الحارس أيمن طاهر, ثم نجح جمال عبد الحميد في تعديل الكفة بعد مرور 9 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني. بعد انتهاء اللقاء المثير بهدف في كل شبكة لجأ الكبيرين لشوطين إضافيين لتحديد هوية الفريق الصاعد, ونجح النجم الأسمر ربيع ياسين في حسم اللقاء بهدف قاتل قبل 4 دقائق على انتهاء الشوط الإضافي الثاني بتصويبة أرضية زاحفة. فريق الأهلي بقيادة المدرب الألماني الكبير هانز فايتسا واصل مسيرته في البطولة وتجاوز الترسانة في الدور قبل النهائي بثنائية, ثم أحرز اللقب بالثلاثية في شباك المصري في المباراة النهائية.